بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى